السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. بالنسبة اليوم غنتكلموا على التتمة ديال تلقيم ديال شجرة الزيتون في النبتة ديال في الجدر ديال الجبوج، أيه. ومن بعد شحال ديال المدة وانت لقمتي دابا هادي؟ هادي سيدي لقمنا 2 أسابيع. هادي لحتي الفيديو ديالها؟ لحنا الفيديو الأول نهار كنا لقمناها لحنا، والآن غادي نشوفوا التقيمة. هي هذه التقيمة، هاد العوايد كنا قلنا على حساب باش نخليهم باش ما الخيشة، حيت كنا دايرين هاد الخيشة هي باش ما تململش العود. هاد الخيشة كنا دايرينها فوق منها، الخيشة كتخلي واحد الشيء ديال الهواء داخل الشيء. ها هي النبتة ناضت، ها الأخرى تاهي جاية نايضة، هادي هي نبتة منها ومن هشتها. شدت وهادو راه خليناهم ديال الجبوج نيت، خليناهم باش ما الخيشه ما تقيش لينا، هذا تبقى تزعزع فيه تململ فيه، اي باش يبقى شاد مزيان. ودرنا ليه واحد الشيء ديال الغيث هذيك الساعه، حاليا هذيك الساعه درنا ليه واحد الشيء ديال الغيث، هنا راه يبس تلاح على حساب باش ما يدخلهاش المرض وداك الشيء، تتشد وصافي ماشي مشكل. وهذه راه على الابواب، وهذه راه الابواب تشدها، بدا هي خضراء مزيان مدميه مزيان. هذه راه خرجت، هذه راه على الابواب تخرج. ان شاء الله. وبالنسبه باش تنصح الناس اللي كيبغيو يديروا التلقيم بالنسبه لشجره الجبوج ديال الزيتون، الزيتون عموما كله تلقم على الجبوج ولا على البلدي ولا علاش ما بغيت تلقم، تلقم من شهر 3 حتى لشهر 6. ولا كانت حراره شويه زعمه كدير الشبكه، كدير الشبكه. حنا درنا اكتفينا حيت غير شجره واحده، اكتفينا بهذه وخلينا مهويه لتحت، درنا لها العوايدين بحال شكل النواله باش كيدخل لي الهواء من التحت، ولكن الحراره ما تضربش العود اللي حنا قرفيناه، يبقى عليه الظل شويه ودخل الهواء العود. وان شاء الله ملي تنجح هذه العمليه ديال التلقيم الزيتون للجبوج، بعد تنجح هذه العمليه هذا الجبوج كيصبر شويه العطش، والعود غادي تكون شجره ممتازه على الجبوج. الجبوج كيصبر العطش، كيجر الماء من بعيد، والشجره ديالو تكون فورسيه مزيان. وبالنسبه للانسان يقدر مثلا يستغل هذه الفرصه في شجر جبوج، حيت هو اللي عندنا نقص الماء في هذه المنطقه ديالنا. مزيان يستغلوا يهز كاع داك الشجر ديال الجبوج اللي هو نايض عاد تحت الشجار ونايض في الحدوده ونايض داكشي، يستغلوا فرصه راسه ويقري فيه عليه مزيان، ويعطينا الزيتون مزيان. هذه ربي شري لونغ دوك، تعطينا واحد الكاليتي ديال الزيتون، والاصل هو راه جبوج، حيت هي باش كنقريبو حنا هذه راه غرسوني تبعدها هكا، ولكن هي كتاثر بالماء، كتاثر بالماء. ما النبته هنا مزيانه، هذه هي خارجه هي الشتا، اييه واضحه واضحه مزيان. بالنسبه راه النبته غادي تخرج، اييه من هاد الجهه، من هاد الجهه. ورسقا هي دايرين لها الكونتورات، دايرين لها الكونتورات، داكشي مزيان. المهم كنغطيوها واحد، نزيدها واحد الغطاء واحد مدة 10 أيام أخرى إن شاء الله، يعني باش تيري، باش نعاودو ديك الساعة نحيدو عليها من الخدمة. أي إن شاء الله، يعني بالنسبة للكمالة ديالها تقريبا المدة ديالها شهر، ما بين التلقيم وتشد النبتة وتعاليها. صافي تشد مزيان، صافي ديك الساعة نحيدو عليها هذي، ونحيدو كاع دوك العواد الآخرين اللي زايدين، ونحيدو بحالها صافي، يعني كيبقى العود مهاوي. والنبتة مظلة ما تأثرش بدرجة الحرارة اللي هي كتكون كثيرة، صافي كنخليهم صافي إن شاء الله. هو نزيد واحد النقطة، أن الزيتونة اللي بغينا نلقمو عليها جبوجة ولا زيتونة خاصها تكون شبعانة، والعود اللي بغينا نلقمو به يكون شبعان ما، إلا بغينا تكون ذاك التلقيمة ناجحة 100%. الشجرة اللي بنلقمو بنكريفيو عليها تكون شبعانة ما، والعود اللي بغينا نكريفيو به يكون شبعان ما. باش كديرو كيكونوا فيهم المبجوج، وقت كي كحطوهم 10 ايام 15 يوم حتى 20 يوم كتشد العمليه مزيان. اي صافي، شكرا جزيلا السي، الله يجازيك بخير.